ونشوف أهم القوانين اللي هي خاصة بالتباديل أو اللي احنا بنستخدمها في حل المسائل بتاعتنا. فأول حاجة زي ما قلنا إن لو جينا نجيب حسب المفكوك اللي قلنا عليه التبديلة نون لام نون، فحبدأ بنون في نون ناقص واحد في نون ناقص اتنين وهكذا، وقلنا آخر حد ممكن نعينه من نون وره اللي هو نون ناقص ر زائد واحد. وطبقنا الكلام ده هنا هيبقى نون ناقص نون زائد واحد هيبقى واحد، بمعنى ان التبديلة ديت تساوي نون في نون ناقص واحد في نون ناقص اتنين وهكذا الى ان نصل الى تلاتة في اتنين في واحد، وده اللي بنسميه مضروب نون. اذا مضروب نون اساس تعريفه هو تبديلة قوتها تساوي دليلها. وهنعرف اذا مفكوك مضروب نون هو عبارة عن نون في نون ناقص واحد في نون ناقص اتنين وهكذا الى تلاتة في اتنين في واحد. وهنا مع مراعاة انه متفق ان مضروب صفر هو نفسه يساوي مضروب واحد وقيمته بواحد. تاني قانون او تاني حالة زي ما قلنا مفكوك مضروب نون، وبالتالي ممكن احول اي مضروب الى مضروب قوته اقل. معنى مضروب سبعة ممكن احوله مضروب خمسة او مضروب ستة او مضروب اربعة وهكذا، وبنحول المضروب لمضروب اقل، فكني بفك المضروب عادي لحد ما اوصل القوة اللي انا عاوزها وبقف عندها. يعني مضروب نون عبارة عن نون يبقى اللي بعده مضروب نون ناقص واحد. طيب عبارة عن نون اطلع نون ناقص واحد يبقى اللي بعده مضروب نون ناقص اتنين وهكذا الى ان اصل المضروب اللي انا عاوزه في عمليات التبسيط زي ما هنشوف. وبالتالي مضروب نون ده عبارة عن نون في نون ناقص واحد في نون ناقص اتنين الى مثلا نون ناقص ر زائد واحد يبقى اللي بعده مضروب ر بيقل واحد عن المفكوك او اللي قبله مباشرة. تالت حالة اذا نون لام ر هنا ممكن نجيبها بواسطة المضروب، عبارة عن مضروب نون على مضروب نون ناقص ر، يعني مضروب القوة على مضروب الفرق بين القوة ودليل التبديلة. ولو جينا نجيب او نطبق الكلام ده على التبديلة نون لام واحد هنلاقي قيمتها بنون، ونون لام صفر هنلاقي قيمتها بواحد. ونشوف امثلة تطبيق على استخدام المفكوك المباشر او التبديلة باستخدام المضاريب. فهنا بيقول لي، ودي خاصة بالمضروب، بيقول لي إذا كان مضروب نص نون يساوي 120 فما قيمة التبديلة نون لام 3؟ يبقى الهدف هنا تعيين قيمة نون. فبنشوف المعلومة عندي اللي هو مضروب نص نون متديلي ب 120 تساوي 120، وإن عشان أجيب قيمة نون او قيمة قوة المضروب او مداخل المضروب اللي هي نص نون ببدأ احلل 120 في المسودة بتاعتي، وفي حالة المضروب ببدأ بتحليلها اعتبارا من الواحد وبعدين الاتنين وبعدين على التلاتة اعداد متتالية هنا طبعا تصاعدية، وبعدين على الاربعة وبعدين على الخمسة الى ان اصل الى واحد، يبقى حللتها تحليل كامل ويبقى عبارة عن واحد في اتنين في تلاتة في اربعة في خمسة اللي عرفناها بعد كده لو رتبناها تناسليا، خمسة في اربعة في تلاتة في اتنين في واحد وهي عبارة عن مضروب خمسة. وبالتالي استنتجت هنا ان نص نون اللي هي قوة المضروب تساوي خمسة، إذا النون تساوي 10. ويبقى ممكن ببساطة أجيب قيمة التبديلة بتاعتي اللي هي نون لام 3 واحد تساوي 10 لام 3، وممكن هنا أطبق مفكوك التبديلة باستخدام المضروب زي ما قلنا، هي مضروب نون مضروب القوة مضروب 10 على مضروب نون ناقص ر أو الفرق بينهم اللي هي 10 ناقص 3 هتساوي مضروب 10 على مضروب 7، وان ممكن هنا احول قوة اي مضروب الى قوة اقل، فحول مضروب 10 لمضروب 7 عشان هنا يبقى في عملية تبسيط. ابدأ افك مضروب 10 عادي
10 في 9 في 8 إلى أن أصل القوى اللي أنا عايزها، يبقى مضروب اللي بعد كده 7 على مضروب 7. طبعا هحذف مضروب 7 مع مضروب 7، وبقى الناتج بتاعي وحاصل ضرب 10 في 9 في 8 اللي هو 720. هنشوف هنا مثال تاني بيقول: إذا كان العامل الأوسط في مفكوك نون لام 11 يساوي 15، فأوجد قيمة نون، وإذا كان س تربيع ناقص نون يساوي 16، أوجد قيمة مضروب س. فهنا معنى العامل الأوسط، نلاحظ حاجة برضه، إن في أي تبديلة زي ما قلنا إن عدد العوامل بتاعت اللي أنا بضربها ببعضيها تساوي ريه اللي هي 11، يبقى هنا عندي 11 إيه؟ عامل، يبقى في مفكوك التبديلة بتاعتي اللي هي نون لام 11 عدد العوامل يساوي 11 عامل، ويبقى العامل الأوسط بتاعها عبارة عن 11 زائد 1 على 2، يبقى ترتيب العامل اللي هو الأوسط بتاعي عبارة عن 11 زائد 1 على 2، يعني العامل بتاعي اللي هو يساوي رقم 6. وهنلاحظ هنا في المفكوك ده ان العامل رقم 6 هو عبارة عن نون ناقص 5، لان دايما العامل بيكون ناقص عدد بيزيد واحد عن ترتيب العامل بتاعي، يعني عبارة عن العامل الأوسط يساوي نون ناقص 6 حسب ترتيبه زائد 1 اللي هو نون ناقص 5. وهنا بدينا قيمة هذا العامل، قال لي نون ناقص 5 أو العامل الأوسط قيمته 15، ومن هنا استنتج قيمة نون ب20. المطلوب ثانيا بيقول لي إذا كانت س تربيع ناقص نون تساوي 16، عاوز مضروب س، إذا معناها أجيب قيمة س، يعني معناها إن س تربيع ناقص نون اللي جبتها تساوي 16، أستنتج إن س تربيع تساوي 36، ومنها س تساوي جذر 36، وننجز الموجب برضه، لأن أي مضروب زي ما قلنا بيكون نون عدد صحيح موجب تساوي 6. ويبقى إذا المطلوب إيجاد مضروب س اللي هو مضروب 6، وأجيب قيمته اللي هو 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1، وأجيب قيمته هنا اللي هو عبارة عن 720. وأنا برضو بقول ملحوظة إن ممكن أجيب قيمة أي مضروب من الآلة الحاسبة، اللي هو هلاقي العلامة بتاعته اللي هو مضروب إكس معمول كده، ده معناها مضروب. بس برضو هنا إذا كان مكتوب بالأصفر الآلة فبضرب لها شيفت وبعدين قوة المضروب بتاعي وأضغط على العلامة دي اللي هي مضروب إكس. هنا هنشوف آخر مثال عندنا تطبيق على التباديل، وبيقول لي إذا كانت نون لام ر تساوي 2520 ومضروب ر تساوي 120، فعاوز قيمة مضروب ت
3 ر ناقص 2 نون. فعلي هنا المعطى بتاعي او المعلومه بتاعتي ان عندي نون لام ر تساوي 2520، وعندي مضروب ر تساوي 120. فاذا هنا التبديله فيها مجهولين، القوه والدليل اللي هما نون ور، اما المضروب فيه مجهول واحد اللي هو ر، وبالتالي ابدا بمضروب ر على اساس فيه مجهول واحد ممكن اعينه يساوي 120، وابدأ حل 120 زي ما قلنا اعتبارا من على الواحد على الاثنين على الثلاثة وهكذا الى ان اصل الى قيمة المضروب اللي هو عبارة عن عليها 5 في 4 في 3 في 2 في 1. اذا المضروب ره عبارة عن مضروب 5، وهستنتج هنا قيمة ر، يبقى ر تساوي 5 وهسميها نمرة 1. بعد كده أخد المعطى الأولاني بتاعتي اللي هو نون لام ر يساوي 2520. هنا عندي ر أصبحت معلومة، يعني نون لام 5 تساوي 2520. أبدأ أحلل العدد بتاعي اللي هو 2520 إلى عدة عوامل متتالية عددها 5، وهلاقيها في الحالة ديت عبارة عن 7 في 6 في 5 في 4 في 3. إذن دي عوامل متتالية عددها السورية اللي هي المعلومة عندي اللي هم 5، ويبقى قيمة نون اللي هي قوة التبديلة بتاعتي أول عدد، يعني نون هتساوي 7. ممكن أحطها أقول إن دي عبارة عن 7 لام 5، إذن نون تساوي 7. حصلت هنا على قيمة ر ونون، أعوض بقى تعويض في المطلوب تعويض مباشر اللي هو طلبه اللي هو مضروب 3 ر ناقص 2 نون، اعوض بالمعلومات اللي انا جبتها ابو المجاهيل اللي انا جبتها، هيديني مضروب 3 في 5 ناقص 2 في 7 اللي هو هيكون الناتج مضروب 1 يساوي 1. ويبقى ده المطلوب عندنا في المسألة. شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء إن شاء الله في الدرس اللي جاي، وهو التوفيق.